من الناحية التنظيمية ومن ناحية تأمين الطرق كان أكثر من رائع، يعني المنظمين ساعدونا وتأمين الطريق كان يعني قوي جدا، إن هو يحمي اللعيبة وإزاي يحافظ عليهم على طرق زي دي. التنظيم كان تنظيم رائع، من كل شيء، من التحكيم، من تنظيم السباق، كل شيء يعني باهي بالقدام مليح. هذا المسلك هو نفس مسلك لاعب البحر الابيض المتوسط، وين راح يكون فرصه من اجل ابراز مقومات وكل يعني الاماكن السياحيه التي تسخر بها ولايه وهران. شيء ايجابي ايضا بالنسبه للنخبه الوطنيه، سوف يكون محطه تحضيريه وكذلك استكشاف المسلك، بما انه يعني في عده امور تقنيه وتنظيميه يجب الوقوف عليها اليوم.